هنبدأ هلا بال exercises لل chapter 2. أول exercise معنا f of x اللي هي ال x power 2 اللي هي defined على 0 b. بيقلنا بتاني part بدنا نستخدم مين؟ sequential criteria لحتى نبرهن له إنه ال f هي integrable على 0 b. هون يعني كأنه بدنا نجيب له ال upper ضربو sum لل f وال lower ضربو sum لل f. أوكي؟ طيب بهدول التنتين أول شيء رح نيجي ناخد ال interval اللي اسمه 0 b. هذا من 0 لل b رح نيجي شو نعمل له؟ رح نيجي نعمل له regular subdivision. فإذا رح ناخد ال b هي عبارة عن x0 x1 x2 لعند ال xn such that. بس لإجي أقول هي regular partition معناتها عند المشب هو ذاته يعني عند ال xk minus xk minus 1 بتساوي معي قديش b minus a على n يعني هون b minus 0 على n يعني بتساوي معي b على n. فإذا ال x0 هي عبارة عن 0 ال xn هي عبارة عن ال b. وقلت لكم إذا هون سميتها ال x1 هون سميتها ال x2 أنا لإجي طلع ال x2 ال x2 رح تكون كم في هون كم يعني طول لهدول ال 2 sub intervals. فإذا عادة نحن بنكتبها هي x0 plus 2 b minus a على n. فإذا بهيدي الكيس اللي عنا اياها نحن ال x2 قديش ال x0 هي 0 plus 2 b minus 0 على n يعني رح تساوي معي 2 b على n. وهيك نفس الشيء لما نجيب ال xk رح تعطيني k b over n. فإذا لحد هلا نحن شو عملنا؟ عملنا subdivision ل او regular subdivision لهذا ال interval. بعد ما عملنا له regular subdivision اللي رح نيجي نعمله أول شيء بدنا نجيب الـ upper ضربو sum للـ f اللي خصه بهيدي اللي عملناها نحن subdivision. رح يجي لي هيدا هو summation لمين؟ للـ capital M k x k minus x k minus 1 k عم تمشي معي من الـ 1 لعند الـ m. طيب هيدا كلنا سوا عرفنا هو طوله هو قلنا b over n. فبتطلع برا summation اللي رح تعطيني b على n summation لمين؟ للـ m k k عم تمشي معي من الـ 1 لعند الـ m. تعالوا لاحظوا لي اذا هون عندي كي اكس كي ماينس 1 وهون عندي اكس كي. نحن قلنا هو عادة هو معي بارابولا هيدا رسمته كلنا بنعرفها انه هي هيك رسمته. فاذا رح يكون معنا مثل هيدا الشكل. طيب من عند الاكس كي لعند الاكس كي ماينس 1 قلنا الام كي هي سبريموم لمين؟ للاف اوف اكس. اكس بيلونجز لمين؟ للاكس كي ماينس 1 اكس كي. طيب مين هي أعلى وحدة؟ أعلى نقطة هي هون صح؟ هيدي النقطة يعني هون أنا لما بدي أجي أجيب أم كي هيدي رح تعطيني هي أف لمين؟ للأكس كي. وقديش الأكس كي طلعت معنا من شوي كتبنا الأكس كي هي كي بي على أن. فإذا أنا هون رح أقدر صرت شيل مين؟ رح أقدر شيل الأم كي وحط بداله هي الأف للكي بي على أن. طيب شو بتساوي ال f لل kb على n؟ نحن نعرف كلنا سوا انه f لل x هي قديش هي x power 2 معناتها ال f لل kb على n شو رح تعطيني؟ رح تعطيني kb على n كلنا سوا power 2. فإذا هون عندي kb over n كلنا سوا power 2. هيكون b وال n ما خصهم بال k فيني طلعهم لبرا. فرح يضل معي قديش؟ رح يضل معي b و b power 2 رح يعطيني b power 3 n و n power 2 رح يعطيني n power 3 summation لل k عم تمشي معنا من ال 1 لعند ال n لل k power 2. طيب هيدي ليكو شو عطيني هو هيدي الهنت. هيدي الهنت بشيل هيدي السميشن وشو بحط بداله؟ بحط بداله هيدي اللي معي اياها هون. فاذا اللي رح يصير معنا هو التالي. فاذا ال upper sum ضربوه هي رح تعطيني شو؟ رح تعطيني b power 3 مقسومة على n power 3. هيدي summation قلنا بدنا نحط بداله n n plus 1 2n plus 1 كلها سوا مقسومة على قديش؟ على 6. طيب لما ال n رايحة معنا على plus infinity شو رح يعطيني؟ ليكو اللي فوق أول شيء هات لنشوفها equivalent على مين. عندي b power 3 على 6 هيدي constant. هون n n 2n يعني رح يعطيني 2n باور 3 على مين؟ على n باور 3. خلينا نجيب لها الليمت لما الان راح على الانفينيتي رح يعطيني شو؟ رح تروح الان مع الان رح يضل معي b باور 3 2 b باور 3 على 6 يلي هي b باور 3 على قديش؟ على 3. هيدي مين؟ هيدي رح تكون معي هي الليمت لمين؟ هي الليمت للابر ضربو sum.
فإذا مثل ما قلنا هون هي summation لل xk minus xk minus 1 mk. قلنا بما أن ال f معيها increasing معناتها mk هي f لأعلى نقطة فيهم، يعني هي لل xk، وال xk هون هي kb على n. قلنا كل xk هي kb على n، جبنا للليمت وعطتني b power 3 على 3. هون بس سميناها bn لأنه عندي n أو عندي n sub interval. هلا نفس الشيء بنفس الطريقة بدنا نجيب اللور دربو سم. اللور دربو سم رح نكتبها هي ذات السميشن، بس هون شو عندي؟ عندي ام كي صغيرة. نفس الرسمة، إذا كان عندي هون اكس كي ماينس 1 وهون اكس كي، هيدا طالع البارابولا. وين أوطى وحدة؟ هاي أوطى وحدة. فإذا هون أنا عندي ام كي. الام كي بالحقيقة رح تكون هي مين؟ رح تكون الام كي هي اف للاكس كي ماينس 1، يعني هي الاف لا k minus 1 مضروبة بالبي على n، يعني راح تعطيني k minus 1 power 2 b power 2 على n power 2. هيك هون برجع البي على n طلعها برا summation، البي power 2 على n power 2 بطلعها برا summation، بضل معي هيدي اللي هون. هلا هيدي اللي هون بس بدنا نطلع نحن انه شو عندي؟ انه عندي k minus 1 power 2، بينما انا شو لازم يكون عندي؟ نحن حافظين summation لما الان عم تمشي معي من ال1 لعن سوري summation لما الكي عم تمشي معي من ال1 للان للكي باور 2 هي قديش بتعطيني. بس اذا عندي كي ماينس 1 ما لازم اشوفها كي ماينس 1، شو رح نعمل؟ لازم احول الكي ماينس 1، افترضها مثلا هي بتساوي يو، يعني الكي لوحدها هي قديش؟ هي يو بلس 1. فاذا في حال كانت الكي ايكوال ل1، اليو قديش بتعطيني؟ حط 1 ماينس 1 تعطيني 0، واذا كانت الكي ايكوال لان معناتها اليو قديش رح تعطيني؟ اليو هي ان ماينس 1، صح؟ فبنيجي لهي رح تصير معي هالسميشن، اليو عم تمشي معي من الزيرو لعند الان ماينس 1، هيدي الكي ماينس 1 باور، سوري بنيجي لعند هاي مش لعند هيديك، الكي ماينس 1 باور 2 رح احط بدالها يو باور 2. هلا رح نرجع كمان نشيل اليو، نرجع نسميها تسميه كي من الزيرو للان ماينس 1 للكي باور 2. طيب لاحظوا لي هون 4k equal ل 0 رح تعطيني 0، يعني هيدي هي ذاتها لما الكي عم تمشي معها من ال1 للان لمين؟ للان ماينس 1 للكي باور 2، هيدي هي. فاذا هلا صرتيني استخدم هون هي ذاتها، هون صرتيني استخدم الهنت اللي هو اعطاني اياها وحط بدل هون، بدل شو بيقول لي كان هو بالهنت؟ بيقول لي انه انا السميشن لمين؟ للكي باور 2 من ال1 للان بتساوي هيدي اللي هون، بس اذا اخذتها لعند الان ماينس 1 بصير بدل الان بحط هون ان ماينس 1، هون ان ماينس 1، وهون ان ماينس 1، فبنحصل على مين؟ على كل هودي اللي هون. اوكي؟ يعني ما هي هيك بتساوي؟ تعوا حطوا لي بدل الان ان ماينس 1 رح تعطيني ان ماينس 1، ان ماينس 1 بلس 1، بعدين 2، ان ماينس 1 بلس 1 كلها سوا مقسومه على 6، يعني اول وحده هي ان ماينس 1، تاني وحده هي ان، وهي رح تعطيني 2n minus 2 plus 1، يعني هي 2n minus 1 كلهم سوا مقسومين على 6، هي ذاتها. كمان هون بنجيب الليمت، بلاحظوا عندي n n و 2n power 2 رح تروح ال n معهم، رح يضل معي 2 على 6 b power 3 يلي هي b power 3 على 3. فشو بنلاحظ نحن؟ انه عندي هاي وهاي اثنيناتهم رايحين على نفس الليمت، معناتها صار معي ال f هي ريمان انتجرال على 0 b، والانتجرال لها بيساوي معنا b power 3 over 3. Exercise number 2. اوكي، وهيدا هو ذاته فينا نيجي نحله على طريقة الريمان الأساسية. شو بتقلي الريمان الأساسية؟ يعني اللي هي المين ديفينيشن تاعيتها. بيقول لي أنا شو بدنا؟ بدنا ناخد، تتذكروا إنه قلنا لما نيجي ناخد الريمان اللي خاصة بالاف، اللي خاصة بشي بي ان وخاصة بشي كساي كي، قلنا هي السميشن لمين؟ للاف الكساي كي xk minus xk minus 1 k عم تمشي معي من ال1 لعند ال n. طيب بما انه اخذت انا regular partition، اوكي، فاذا هيدي رح تعطيني قديش؟ رح تعطيني b over n، بتطلع معي برا summation، فبتعطيني b over n summation لل k عم تمشي معي من ال1 لل n لل f لل xi k. انا رح اجي اخذ ال xi k هي عباره عن ال xk، انا هي مش موجوده، هي حالة نقطه موجودة هون، مش حاليا لنقطة موجودة هون، أنا رح إيجي نقيها هي هون. فإذا رح تصير معيها بي على ان summation كي عم تمشي من ال1 للان للاف لمين؟ هيدي النقطة قلنا هي بتعطيني كي بي على ان، ليكو هي كي بي على ان. فإذا يلي هي بي اوفر ان summation هي بتعطيني كي بي على ان كي لسوا باور 2،
البي على ان باور 2 بتطلع لحد لبره بدل ما هي السميشن للكي باور 2 اللي هي حسب الهنت، نجيب الليمت وراح يعطيني بي باور 3 اوفر 3. هيدا اذا بدنا نرجع لمين، لريمانز اوريجينال ديفينيشن للانتجرابيلتي، هيدا هو اللي بدنا نيجي نشتغله نحن. هلا بتاني اكزامبل، بتاني اكزرسايز بيقول لنا معنى الاف هي كونتينوس وهي تي بيريودك، يعني عندي انا بتعرفوا كلكم سوا لما تجيب الاف للاي بلس تي هذه راح تعطيني هي ذات الاف للاي، اوكي؟ فكانه هيدي التي كانه ما بقشع. شو بيقول لنا؟ بيقول لنا بدنا نبرهن له انه الانتجرال من الاي بلس تي للبي بلس تي للاف للاكس بتساوي هيدي اللي هون. طب تعالوا تخيلوها معي على الرسمه، هيدا الانترفال اي بي رح اجي زيد لهون يصير معي اي بلس تي وهيدي مين؟ بي بلس تي، زدت عليهم بس بيريود، اوكي؟ فرضا هون شكلها هيك للاف، مع اني عم اقول هي بيريودك وكل تي بتعيد نفسها، يعني انا من هون لهون قديش في عندي؟ في عندي تي، فاذا هيدي الرسمه رح تطلع هي زادها، فمبدئيا رح يطلع لي نفس الانتجر، صح؟ طيب بس كيف بدنا نعمل له بروف؟ نيجي نعمل له بروف، رح نيجي ناخذ من الاي بلس تي لعند البي بلس تي لمين؟ للاف للاكس دي اكس. حنيجي ناخد التشانج اوف فاريبل لحتى البي بلس تي تصير معي اياها بي، يعني لازم تطير التي، لحتى الاي بلس تي تصير معي اي، يعني لازم تطير التي. فرح نيجي ناخد التشانج اوف فاريبل، حنيجي ناخد فرضا الاكس هي هي بي ماينس سوري هي الاكس هي تي ماينس مين بدها تروح؟ بدها تروح التي، التي الكبير، اوكي؟ فاذا جينا اخذنا الاكس هي عباره عن تي ماينس تي كبيره، معناتها الدي اكس هي راح تعطيني هي بس دي تي. وشوفوا اذا كانت الاكس هي عباره عن اي بلس تي كبيره، اوكي هون ما كانه انا عم اقول التي هي اكس ماينس تي كبيره. طيب اذا كانت الاكس هي اي بلس تي، معناتها الدي قديش بتساوي؟ بتاخذوا الاي بلس تي وبتحطوها هون، شو بيصير معكم؟ اي بلس تي ماينس تي يعني اي. اذا كانت الاكس بتساوي بي بلس تي، معناتها التي شو راح تساوي؟ بي بلس تي ماينس تي كبيره راح تعطيني بس بي. فنيجي على هذا الانتجرال، بدل الاي بلس تي راح احط بس اي، بدل البي بلس تي راح احط بس بي، بدل الاكس شو راح احط؟ بدل الاكس تي ماينس تي كبيره، اوكي؟ فاذا هي تي ماينس تي كبيره، وراح نيجي بدل الدي اكس راح احط بس دي تي. طيب ما نحن بنعرف، شو بنعرف نحن؟ انه اف لتي اذا نقصت منها بيريود ولا اف لتي زدت عليها بيريود شو راح تكون؟ راح تكون نفس الشيء معناها، يعني هاي بالحقيقه هي اف اوف تي، برجع بشيل التي وبسميها بمين؟ بسميها باكس. اوكي فاذا هذا اللي كنا عم نيجي نقوله هو السكند. سوري 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 اوكي لا مظبوط. فاذا هون بس هاي الغلطه انه بدل الاكس شو راح احط؟ بدل الاكس مش تي بلس تي كبيره، راح احط بدل الاكس هي تي ماينس تي كبيره، بس بما انها هي بيريودك معناتها هيدي هي ذاتها بتعطيني اف اوف تي، فبقدر ارجع ابدلها بتعطيني الانتجرال للاف للاكس دي اكس. طيب اللي بعد منا طالب منا شو نعمل؟ طالب منا نبرهن له انه هيدا الانتجرال بيساوي بس هيدا الانتجرال. بهيدي البارت شو رح نعمل؟ رح نيجي ناخذ الانتجرال من الاي للاي بلس تي، نيجي نقسمه من الاي للزيرو بلس من الزيرو للتي اللي هي بدي اياها بلس من التي للاي بلس تي. ما بيحق لنا نعمل هيك، اي زيرو زيرو تي تي اي بلس تي بيعطيني بالاخير من الاي لعند الاي بلس تي. انا بدي برهن انه هيدا بيساوي بس هيدا، يعني علينا هلا نحن رح نلاحظ انه هدول الاثنين رح يطلعوا شو هن؟ رح يطلعوا الاوبوزيت لبعض. طيب كيف بدنا نيجي نعمله؟ طيب رح نيجي ناخذ الانتجرال من تي للاي بلس تي لمين؟ للاف للتي دي تي، او سوري للاف للاكس دي اكس، وبدنا نبرهنه انه بيساوي ماينس اللي معناه اياه. التشانج اوف فاريبل رح نيجي ناخده هو شو هو؟ انا بدي اتخلص من التي، صح؟ يعني رح اجي اخذ فرضا الاكس هي بتساوي تي ماينس تي كبيره، اوكي؟ طيب يعني بدأ التي رح تعطيني هي اكس ماينس تي كبيره. طيب اذا كانت الاكس ايكوال لتي كبيره شو بتصير التي الصغيره؟ حطوا تي كبيره ماينس تي كبيره رح تعطيني زيرو، واذا كانت الاكس ايكوال لاي بلس تي كبيره التي الصغيره رح تصير معيها هي بس اي. طيب والدي اكس رح حط بدالها بس دي تي. طيب بنيجي لهذا الانتجرال شو راح يصير؟ التي الكبيره تحولت للزيرو، والاي الكبيره لشو تحولت معي؟ الاي الكبيره تحولت، الاي بلس تي تحولت معي للاي، وبنرجع هيدا راح بداله اف
لمين؟ لتي ماينس تي كبيرة دي تي. اوكي هذا اللي رح نيجي نعمل. يلا فإذا جينا لهون قلنا اوكي اوكي فإذا يا اما عملنا مثل ما عملنا نحن او فينا من الاول اكزامبل كمان هون بس اقول من التي للاي بلس تي كانه عم جيب انا من الزيرو بلس تي لوين للاي بلس تي نحن بس رجعنا عدناها عدنا اللي اشتغلناه فوق كان فينا دغري نستعملها هي دغري من الزيرو للاي فاذا هيدي دغري رح تعطيني من الزيرو للاي فاذا صار فيني شيل او حط الانتجرال من الزيرو للاي لمين للاف الاكس دي اكس طيب الانتجرال من الاي للزيرو الانتجرال من الزيرو للاي مش ماينس بعضهم هني ماينس لبعض فاذا هيدي رح تروح مع هاي ورح نضل بس مع مين مع هيدي النصانيه لانه هدول هن الاوبوزيت لبعض هلا بالبارت 3 بدنا نيجي نبرهن له انه الانتجرال من الاي للاي بلس ان تي بيساوي ان الانتجرال من الزيرو تي للاف الاكس دي اكس شو رح نيجي نعمل؟ اول شيء هذا بيتقسم معنا من اي هون بس عم نقول ان تي يعني اي لعند الاي بلس تي بعدين من الاي بلس تي لعند الاي بلس 2 تي ونحن مكملين طيب هيدا بينكتب معي انا ليكو اذا لاحظتوا هيدا بيعطيني بس من الزيرو للتي اوكي طيب هيدا اللي هون هو عمليا شو هيدا بينكتب معي a بلس تي كبيره بلس تي كبيره يعني كمان اذا جينا طبقنا هيدي اللي معي اياها فوق هاي راح تروح وهي راح تروح لعتين من الزيرو للتي الكبيره وهيك كلهم سوا وكل هيدول مثل بعضهم فرح يبقى مع مين مع ان الانتجرال من الزيرو للتي الكبيره f للاكس دي اكس